توقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادية بنسبة 2% العام المقبل. البنك الدولي وفي تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية أكد ارتفاع معدل النمو. عودة الاستقرار ونقص الاضطرابات السياسية أسهم في تحسين الوضعية، ما من شأنه استقطاب الاستثمارات. يعني دعنا نقول بأن البعد السياسي الذي قد يكون دافعا أساسيا للدفع بالاستثمارات نحو الأمام وبالتالي تحقيق نمو يعني اقتصادي نوعا ما يعني أفضل مما كان متوقع في السابق، يمكن يعني اعتبار أن الانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة هو عامل من عوامل يعني دفع بالاستثمارات، لأن الاستثمار يدعمه الاستقرار خاصة السياسي والاجتماعي. بعض عجلة التنمية الاقتصادية لن يتأتى إلا بتفعيل إصلاحات وآليات جديدة، القضاء على العراقيل الإدارية، إصلاح المنظومة المصرفية والجبائية مع تحسين مناخ الاستثمار، عوامل يتوقف عندها النهوض بالاقتصاد الوطني. تحتاج إلى إجراءات مرافقة، لابد أن نهتم بتأهيل مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر من خلال يعني إصلاحات على المنظومة المصرفية، إصلاحات مالية، رفع العبء الإداري، إيجاد حلول لمشكلة العقار الصناعي، رقمنة مختلف المعاملات. تنويع المداخل الاقتصادية وطي الصفحة الاتكالية والريع مع عدم انتظار ارتفاع سعر البرميل خطوات هامة ستقدم عليها الجزائر لتحقيق الأهداف المبتغاة.